هذا وأكد مدير الإدارة الإعلامية لقوات الحزام الأمني رشدي العمري للغد المشرق أن جنديا استشهد وأصيب 6 آخرون بجروح مختلفة جراء تفجير العناصر الإرهابية لموكب قائد اللواء 5 ودعم وإسناد في قوات الحزام الأمني العميد مختار النوبي. جاء ذلك أثناء سيطرة القوات الجنوبية على وادي عمران في أبين. بعد انفجار احد العربات التابعه لابطال قوات المسلحه وقوات مكافحه الارهاب انفجرت عبوه ناسفه في احد المدرعات، استشهد احد ابطال اللواء 5 دعم وإسناد ومرافق القائد البطل مختار النوبي قائد محور ابين، واصابت 6 اخرين ولكن حالتهم مستقره، تم نقلهم المستشفى يتلقوا العلاج هناك وحالتهم طبيعية وشبه مستقرة. قواتنا أثناء تقدمها في هذه المناطق اتبعت استراتيجية السيطرة والتأمين قبل أن تتقدم إلى منطقة أخرى، فمثلا في منطقة في مديرية المنطقة الوسطى باتجاه العرقوب دخلت إلى مديرية الأدر ثم العين وقامت بتأمينها عند شارع قوات الحزام الأمني وبعض قوات الجيش هناك، ثم دخلت إلى مديرية مودية وهي الآن تقوم بتطهيرها ولا يمكن التقدم إلى مناطق أخرى إلا بعد أن تؤمنها.